فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. انت سلاوي، انت سلاوي، انت مخبي. لا سلاوي مخبي. السلاوي هو انت مخبي يا لئيم مخبي. السلاوي انت سلاوي. عجيبه، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما اتكتب لابنك السعد يا حاج، ابنك هيتظرف لمده 5 سنين. 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنه، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت ايه يا حاج؟ انت معايا ولا غياب النهارده؟ ال 750,000 دول يعملوا كام مصري؟ ايه ده؟ يعملوا كام مصري؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة وغينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هم 150,000 جنيه، وعربية مرسيدس ماركة تويوتا، ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. أنا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل، أول الصحراوي يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما ايزيس او فاتن حمامه تقريبا، عشان انا ما اقدرش اكذب عليك، انا راجل كوريكتو. زينه والله زينه. بس في حاجه يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيل لك البواسير. شرط ايه؟ بقول لك شرط جزائي، هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه يعني. ما تبعبعها شويه يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين.